اهلا بيك. وبيك عايش. 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 استقبلني سيادة رئيس الجمهورية هذا الصباح، حيث أعطيت صورة على اجتماع الوزاري الذي سيقع يوم 19 في القاهرة، اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي حول الوضع في سوريا، وكذلك على جدول الأعمال للاجتماع الوزاري الأوروبي العربي حول الحوار الأوروبي العربي والعلاقات التونسية المصرية بصفة عامة. وكلفني باش نقوم بمهمة في مصر في سبيل تعزيز العلاقات الأخوية بين تونس وجمهورية مصر. كما كلفني سيادة رئيس الجمهورية بمتابعة زيارة سيادته الأخيرة للجزائر وضرورة الحرص على تعزيز العلاقات التونسية الجزائرية في مختلف المجالات.